زوجات الصحابة أن الرحاة تعمل لوحدها في بيت السيدة فاطمة. فعجبوا تعجبوا من ذلك، سألوا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما هذا الأمر، فقال جاءت الملائكة تخدم فاطمة، إذا لو أعطاها خادمة لمنع عنها هذا العطاء. فاليوم من يفعل هذا الأمر تأتيه إن شاء الله بإذن الله الملائكة وتخدمه. هل معنى ذلك الخدمة واضحة أن ممكن الملائكة تيجي تشطف في البيت وتنظف وتعمل هذه الأشياء، أم هي قوة يعطيها الحق سبحانه وتعالى لجسد الإنسان؟ هي قوة يعطيها الحق سبحانه وتعالى لجسد الإنسان فيستحمل من الطاقات ما الله سبحانه به تبارك وتعالى عليم، لقوله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها، وفي رواية أخرى أو في موضع آخر يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا ما آتها أي من المقدرة والقوة. وهم كانوا يمكن أن يقتلوه، يعني ما في إشكال في ذلك، ما في ضير. فسبحان الله لما عاد إلى قريش وأعطى كل ما له من مال إلى قريش، ثم رد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما رأى من أخلاق الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فأحداثه إذا رأينا في سيرته صلى الله عليه وسلم، في سيرة أبنائه نرى الخلق الحسن، وإذا رأينا في كلامه نرى الخلق الحسن. وهذه هي السنة التي أشار إليها العلماء، قالوا السنة هي قولية وفعلية وتقريرية. قولية قالها، وهذه الحديث ما شاء الله 58 ألف حديث، وفعلية فعلها أصحابه وأبنائه رضي الله تعالى عنهم جميعا. عز الشباب في روتانا المصرية مع الإعلامي القدير حبيب بلد السيد أحمد فاروق، كنا نتكلم فيه عن عمل ابتسامة، وكان لنا فيه يعني جزاهم الله خير الإخوة أبو شعر لمدة عام كامل، كان كل شهر يكونوا معنا ضيوف في البرنامج. كنا نتكلم عن عمل ابتسامة وكيف النبي صلى الله عليه وسلم ربى الأبناء والأولاد والأطفال بالابتسامة. فتفاجأت أني في يوم من الأيام كنت أمشي في داخل أروقة الحرم النبوي، فأوقفتني طفلة صغيرة مع والدها، فالمهم السلام عليكم سيد أحمد، مرحبا. فقالت أنت عامل ابتسامة، أنت هكذا بلهجتها السعودية، مو أنت حق عامل ابتسامة؟ قلت لها نعم أنا حق عامل ابتسامة. ليه؟ لأنها رأت أن النبي كيف كان يتعامل مع سيدنا أنس عندما كان طفل صغير وغمض عيونه وقال له أنت ما بعتك أنا للمشوار، ليه ما أتيت باللي بعتك به؟ فكانت الموقف أو كان الموقف للطفلة يبدو أنه له فيها شيء. وهل مجرى من المواقف التي ذكرها الحبيب صلى الله عليه وسلم أو ذكرت عن الحبيب مع الأطفال، فالأطفال لهم وجود معنا داخل البرنامج، لأن الحب لكل الفئات العمرية، لكل الفئات العمرية سواء كانوا أطفالا أم شباب بالغين أم كهول وكبار في السن، سواء كانوا بناتا أم شباب. السؤال اللي ذكرتموه أنه أقوى سؤال، كيف تجد هذا السؤال من الشباب الذين يتصلون، هي حالة حقيقة. أنا لست مفتي وأعلنت ذلك ولازلت أعلن ذلك، لست مفتي، فأتلقى بعض الاتصالات. كانت بنت اتصلت بي، يبدو أنها وقعت في شراك الحب مع شاب، البعض كلهم أكيد لما يسمع هذا الكلام يظن أنه وقع بينهم خطيئة، لا لم يقع شيء، ولكن هي تفانت في حبها لهذا الشاب لمرحلة عجيبة، وهي الفتاة مصرية والشاب عربي يعني غير مصري، فتفانت في حبها لهذا الشاب، فهو حاول أنه يوصل لها رسالة أني أنا فقير مش عارف أتجوزك. فهي وصلت لمرحلة التضحية أنها تأخذ إجازة من العمل وتطلب من أهلها أن هي ستسافر في العمل ثلاثة أيام، ودخلت إلى المستشفى وتبرعت بكليتها أو باعت كليتها، عملت عملية فباعت الكلية، ثم أخذت ذلك المال وأعطته للولد حتى يتقدم به للأسرة. فلما أخذ ذلك الشاب المال هرب ما عاد شافته. بعد فترة يوم الاتصال بي كان هو يوم زفافه، فكانت تتصل بي البنت في حالة يعني عجيبة، ما استطعت حقيقة أني أجبر خاطرها بكلمة أو طبطب عليها ولو يعني هكذا بس تأخذ نفسها، فكانت الحالة بالنسبة لي صعبة. أذكر تلك الليلة ما استطعت أن أنام لهول الموقف، تذكرت لو كان هذا الأمر حصل مع آل بيتي، يعني بنتي أو أختي أو زوجتي أو أمي أو ما شابه من هؤلاء الناس الذين يعولونهم أو من أمة سيدنا النبي، ثم تذكرت أن الذي دعانا لهذا الأمر هو الحب، ثم تذكرت أن هذا الموقف معروض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمل الله سبحانه وتعالى قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سيدنا النبي قال ما رأيت من خير حمدت الله وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم، فيرى هذا الموقف كيف سيكون قلب سيدنا النبي من هذا الشاب. فهذا كان بالنسبة لي من أصعب الأسئلة أو من أصعب المواقف الإنسانية اللي ممكن مرت علي، أما الباقي كلها أسئلة فيتم الجواب عليها أو الإحالة إلى دار الأوقاف دار الإفتاء المصري ببساطة. إذا البيئة خصبة، الحدود مفتوحة، الأمر الثاني ما في انضباط أمني، الأمر الثالث أنه في حرب مشتركة أو حرب ما بين فئتين من الناس موجودة على الأرض، فكل واحد منهم يحاول أنه ينتسب للآخر، وهذه للأسف أظنها تدخل تحت المنظمة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين للأسف. يعني اسمح لي وننتقل للأستاذ أبو طبعا هذا واجب يعني